الرسول الله يشفع ان شاء الله للمسلمين كلهم باذن الله، بس يعني حسب الناس اللي بتمشي على السنه وبتؤمن بالدين وبتؤمن بالله، فان شاء الله يعني اكيد الدنيا دي وقت مؤقت، نعمل واحد لاخرتنا، الاخره هي بدايه طبيعي البني ادم. الرسول لما يشفع عن الناس على حسب صلاتك، على حسب تدين الله وماشي في طريق الله صح، عارف انت بتعمل ايه وبتحسبها كل حاجه صح، ولازم تكون بتصلي ولازم تكون عارف ربنا كويس. طالما انا بتبع سنه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام في الصدقه وفي الصلاه وفي عمل الخير وحب الناس، الاعمال اللي هعملها عشان شفاعه النبي هتبقى الحاجات بقى عامه اللي ديننا بيقول عليها، يعني اللي هو عامه الحشمه في اللبس مثلا، مش الصلاه اللي هي حاجه اساسيه، كثره الصلاه على النبي والصلاه، وأن أتقي الله في عملي وأتقي الله في بيتي وفي أولادي وفي حياتي. الأعمال اللي بعملها الحمد لله بصلي وبصوم وما بغضبش ربنا، وتملي سبب أو وسيلة للناس، بساعد الناس جدا جدا، فبالتالي بحس أن أنا ربنا بيعود عليا، ما بقدر أساعد حد. الناس اللي بتنكر شفاعة الرسول دول ما لهمش جنة خالص.